بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم لازلنا مع فروض الفصل الأول فروض الفصل الأول لتلاميذ الثانية متوسط اليوم إن شاء الله عز وجل عندنا فرض في الإنجليزية تقرأوا النص هاري بوتر إز يون بوي is 12 years old he is a student at how great school. he is tall and slim. he has a long, thin face. harry has got big, green eyes and short, straight brown hair. his nose is big, but his ears are small. he has got thin lips. He wears round glasses. Harry is very clever and talented. He has got two, two. He has got two best friends. Harmony and Ron. He has a pet. It's a white owl. His favorite number is seven and his favorite color is light blue. نشرح بعض الكلمات هاري بوتر is young handsome أنا شاب بوي معناه شاب وسيم جميل he has 12 years او thna... في عمره 12 سنة he has student هو طالب جامعي how great school he has tall طويل and slim رقيق طويل ونحيف رقيق he has a long thin face وجهه نحيف كما يقولوا رقيق وجهه رقيق هاري has got big green eyes

he has got thin lips uh, lips شفتين شورب برقاق thin lips he wears round glasses يدير نظارتين دائرتين نواظر مدورين harry is very clever and talented uh, كيما نقولو حنا شاطر ذكي uh, شاطر ويسلك صوالحه كيما نقولو clever and talented he has got two best friends عنده صديقين اثنين مقربين هارموني اند راون كما الطفله هذيك اللي شفتوها في هاري بوتر طفلة هذيك هارموني اند راون هذاك الروجي هي هاز بيت عنده حيوان اليف بيت معناها حيوان اليف اتس ا وايت اول البومه البومه البيضاء وايت اول بومه البيضاء هيز فيفوريت نمبر رقمه المفضل is seven. رقمه المفضل رقم سبعة. And his favorite color is light blue. لونه المفضل هو الأزرق الفاتح. Light blue. طيب الأسئلة. Read the text and fill in the table. اقرأ النص ثم ملأ الجدول. Height الطول أو الارتفاع. Build معناه بنية الجسم. Hairstyle شعره كيف ستيل شعره. Face الوجه. eyes العينين physical attraction معناها ال physical الجسمان الجسم الجسمانية طيب read the text again اقرأ النص عدة مرات and say true or false جاوب صحيح أو خطأ هاري بوتر is an old man a old man معناه عجوز كبير His best friends are Hermione and Ron. He doesn't have a pet. His favorite color is light blue. تمرين اللي بعده. Synonym opposite. Synonym تاع thin short. The opposite تاع black small. تمرين اللي بعده. Put the verbs between brackets into present simple. دير الverb verb اللي بين قوسين في present simple. Harry Potter to be نصرفه to be A very special boy هو شاب خاص ولا كما يقولوا special He to have a scar on uh, uh, on his forehead عنده كما يقولوا شامة ولا علامة ولا خانة ولا كما هذه scar on his forehead عنده خانة ولا علامة في جبهته forehead جبهه He to live يعيش in Gryffindor house. Gryffindor house. Hermione and Ron to be. نحاولوا to be. His best friends. Recorder the following words to get a correct sentence. رتب الكلمات لتحصل على جملة صحيحة مفيدة. Has short he hair dark got watching I like cartoons cartoons uh, رسوم المتحركة كما نقولوا احنا طيب write the correct word in each box اكتب الكلمات المناسبة في البوكس المربع ولا الخانة هذاك في يسموه ذاك في ذاك في إلى آخره classify معناه ضع الكلمات في المكان المناسب classify the following words according to their pronunciation على حساب النطق تاعها pronunciation معناها النطق عندك weight weight الوزن my تاعي هاي اهلا play لعب e اي وال طيب complete the card and write a paragraph about you اكمل البطاقه هذه تعمرها name age country height build hair, eyes physical attraction like dislike عمرها ثم اكتب فقرة عن نفسك about you عن نفسك عرف عن نفسك hello my name is I'm وكذا طيب نشوفوا التصحيح طيب height tall معناها طويل build slim معناها رقيق hair style شعره straight معناها مكسل طويل ما نقوله مجبود face عندك لونغ ثين لونغ ثين كبير ورقيق ايز عينيه بيج جرين كبار وخضره فيزيكال اتراكشن عندك هاند سم معناه جذاب وشباب كما يقولوا جميل تمرين ثاني هاري بوتر از ان اولد مان فولس خطا از بيست فريندز ار هيرموني اند رون صحيح. هي دازنت هاف ا بيت فولس خطا بل عنده عنده pet طيب his favorite color is light blue ترو صحيح طيب الاوبوزيت تاع thin slim slim و نفس المعنى short small نفس المعنى طيب بلاك اسود ضد تاعو وايت اللي هو ابيض small ضده big طيب اللي بعده تصريف الافعال

تقول لنا he has got short dark hair. الجملة الثانية أي لايك أي لايك أحب watching cartoons، أحب مشاهدة الرسوم المتحركة. طيب هذا هير اللي هو الشعر، هير آي العينين نوز اللي هو الأنف ماوث اللي هو الفم، إير الأذن. طيب عندك weight اللي هو الوزن weight day name play و عندنا like buy my high طيب my name is إيد I am 12 years old I am ولا I'm a pupil I'm a young handsome boy I'm tall and slim. I have got short curly black hair and big brown eyes. I have got a small mouth and a small nose. I like watching cartoons but I dislike listening to music. لا أحب سماع الموسيقى. That's me. هذا أنا. That's me. هذا أنا. في الاخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا باعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله